ديجو شالهوب كارول حجو كتار من الممثلين اللبنانية، وحتى في أطفال ممثلين، وبوعدكم أنه هول الممثلين الأطفال رح يصيروا نجوم، لأنه هن فعلا نجوم العمل. هيبقوا نجوم زي سيرين يعني؟ إن شاء الله أفضل يا رب، لأنه يعني بيكبروا القلب. ما عندي شعور منه انه زعل او حزن، لانه انا دائما انا انسانه كثير مؤمنه، بقول مثل ما الله بيريد، يعني دائما بقول لتكن مشيئه ربنا، اذا هو هيك رايد بيكون احسن. وبعتقد انه اليوم وجودي هون اكد لي انه انا اوقف معكم واحكي معكم وارجع التقي فيكم يعني دعاي للمسلسل احسن من انه ينزل بكل هالمنافسه اللي موجوده. لكن المنافسه هي شغله اساسيه وكثير مهمه يعني بعملنا الفني، انه لازم واحد يكون عم بيتنافس مع الاشخاص لحتى لما ينجح ينجح بجداره، يعني مش يكون انه لوحده عم بيتنافس مع حاله يعني لحتى ينجح، لانه اذا كنت لحالك اكيد العالم رح تحضرك. بس المنافسه تخوف. بس لما بتكون مع مجموعه ناس مخضرمين وناجحين وتنجح، فبتحس انه انك نجحت بجداره. المنافسه بتخوف اذا ما كان عندك ثقه بنفسك. اول مره بتعامل انا وكويس، بس هو صديق من زمان، والعلاقه والزمالة اللي بيناتنا فيها كثير من الاحترام. على اي اساس بتقولي العمل ده انا هشارك فيه؟ يعني هشارك فيه بصراحة هن بيختاروني أكثر مما أنا بختارهم، يعني هن اللي بيصروا إنه لا هتشاركي فيه أكثر مما أنا بصر، لأنه أنا الشيء اللي بشدني الوحيد لما أقرأ النص إنه بشدني النص، بحس إنه في مساحة تمثيل حلوة جديدة علي. بقيت ما بقى هن بيشتغلوا على إنه كيف يعني كمنتجين بيشتغلوا على إنه كيف يجذبوني أكثر بتقديرهم بالقيمة اللي بيعطوها للعمل. ولا مرة بقول إنه النجاح بيجي فردي، النجاح هو جماعي. يعني اليوم إذا ما كان عندي معي مخرج غير شكل، ما عندي كاتب عارف يكتب صح، ما عندي منتج يضخ مصاري ويسوق مزبوط للعمل، وأكيد زملاء يقدروا يعني يعطوني وأعطيهم، ما بيكون في نجاح، بيكون نجاح ناقص بصراحة. فأنا يمكن بيختاروني لأنه بيعرفوا قدي أنا ملتزمة وقدي أنا بحب شغلي أكتر. أول شيء هيدي بصراحة هيدي محبة كتير كبيرة، إنه لقي ناس هالقد بتحبني، وكتر خير الله. يعني رغم كل هالكراهية والمشاكل الموجودين حوالينا، ما عاد في ناس محبة وبتدعم الفنان، لأنه بصراحة صار في كتير ناس إذا بدك هيك بتفشل الفنان أكتر مما تدعمه. بحبهم كتير وجههم تحية كتير كبيرة. ما بعرف شو يعني سر الجمال، يعني شكليا اكيد نحن بنهتم بحالنا، يعني بنعمل قصص لها علاقه بالجمال وبنتابع الموضه والشكل والميك اب والشعر، ويمكن اوقات هيك بوتوكس والاخبار اكيد، يعني انه خاصه نحن بعمر معين. بما ان النسيان بقى، ايه اللي سيرين عبد النور نفسها تنساه من حياتها؟ الحرب ككل، يعني الحرب الشخصية والحرب اللي عايشينها الكونية اللي نحن عايشين فيها. بتمنى انه ننسى هيدا المشروع الحرب اللي دائم موجود حوالينا ونعيش بسلام بصراحة.